أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تحقيقات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في جرائم الحرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا المدنيين. وأكدت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان التخفي خلف مسمى التحالف غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن. وأشار التقرير إلى أن عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف خلال العامين الماضيين لم يرقى إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ويتسون إن المحققين التابعين للفريق كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا التقرير؟ وما هي دلالات توقيته قبل الذهاب إلى مفاوضات سبتمبر المقبل؟ وهل سيعيد هذا التقرير فتح المطالبات بلجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن؟ هذا ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف لارتكابهم انتهاكات جسيمة ومتكررة في اليمن. وقالت في تقرير لها إن القادة السعوديين والإماراتيين الذين تلعب دولهم أدوار رئيسية في عمل التحالف العسكرية يتحملون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة. وأضافت أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات متكررة لقوانين الحرب منها جرائم حرب محتملة. وعد ولم يحقق، قتل ولم يعوض. الكلام هنا عن تحالف إسناد الشرعية في اليمن، والمتهم منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان. ففي تقرير حديث لها خصص لنقد التحقيقات التي أجراها فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التحالف قام بإجراء تحقيقات حول اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها قواته في اليمن، لكن تلك التحقيقات وفق رايت تفتقر إلى المصداقية. وأوضح التقرير أن فريق تقييم الحوادث تخفى حول مسمى التحالف ولم يرقى عمله إلى المقاييس الدولية التي تشترط الشفافية والاستقلالية والنزاهة. فعلى مدى أكثر من عامين تستر فريق التحالف على جرائم حرب وقدم تحقيقات زائفة وتوصل إلى نتائج مشكوك فيها. المنظمة الدولية في التقرير الذي أصدرته في 23 من أغسطس الحالي اتهمت التحالف بالفشل في توفير سبل الإنصاف للضحايا، فقد اكتفى فقط بتقديم وعود مساعدة وتعويض، لكنه لم يقم بأي طريقة تضمن تعويض الضحايا أو أقاربهم الذين يحتاجون كما تقول رايتس إلى نظام موحد يضمن تقديم مبالغ مالية لهم. التقرير الدولي الذي صدر في 90 صفحة كان من الملاحظ فيه تقديم نقد واضح وصريح لما أسماه بالتحقيقات الزائفة لقوات التحالف، لكنه اكتفى بالإشارة إلى جرائم حرب وصفها بالمحتملة ارتكبها ما أسماه التقرير بقوات الحوثيين المعارضة للتحالف. وقد حمل التقرير فقط القادة السعوديين والإماراتيين المسؤولية الجنائية، داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن. نبدأ النقاش مع ضيفنا من المملكة العربية السعودية الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا سيادة العميد. بداية، ما تعليقك على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي وصفت تحقيقات لجنة التحقيق المشترك الفريق بأنها لا تتسم بالمصداقية، تفتقر للمصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا المدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. بداية، ندرك هيمنة الدول الغربية على هذه المنظمات وبالذات هيومن رايتس ووتش، وأيضا على أدوات الفعل السياسي. الغرض مع الأسف هو ضخ مثل هذه الإدعاءات وبتر الحقائق لتتوافق مع أجنداتها السياسية. هذا أمر منتهي منه. هذه المنظمة بالذات تحضر في اليمن على بشكل، مع الأسف الكل يدرك، أنها يعكس
رغبة صانع القرار الغربي. المستهدف هو المملكة العربية السعودية والإمارات، وأصبحت الصورة واضحة أشهر من الشمس في رابعة الظهيرة، لأنه طالما السعودية والإمارات المتهمة فخلفها دولة قطر أو تنظيم الحمدية في قطر، لأنه من يدفع المال لهذه المنظمة، هذه المنظمة الماسونية تقف على شك واحد مع الأسد من كافة ما يحدث في اليمن منذ 26 مارس. والمتابع الدقيق ومن يرى بالبصيرة للمشهد اليمني منذ 2015 وإلى الآن لم نجد هذه المنظمة تتحدث عما يحدث من مآسي في سوريا ولبنان وليبيا والعراق والروهنجا وغيرهم بنفس الحجم، إنما تذهب إلى وتختار الوقت. وأنت أشرت في التقرير وفي السؤال لماذا هذا الوقت قبل المؤتمر القادم للمشاورات في جنيف. الهدف هو الضغوط، هذا الانحياز خلفه أغراض سياسية، والإرهاب الحوثي الذي ينفذ الأجندة الإيرانية والذي استولى أيضا على مقدرات اليمن وقتل وشرد وجن الأطفال ليس في قاموس هذه المنظمة إلا في للاستخدام الخفيف لعمل نوع أو إحداث نوع من التوازن، وهذا غير مفيد. أصبحت القضية اليمنية لها ثلاثة أغطية: غطاء محلي وهو الحوار الوطني ومخرجاته، والإقليمي والمبادرة الخليجية وآليات التنفيذية، والقرار 2216. ولكن مع الأسف القرار 2216 الذي صدر من الأمم المتحدة، أصبحت الأمم المتحدة الآن تسعى وكل مؤسساتها معها إلى فتح ثغرة أو ثقب خلف هذا القرار وإلباسه الكارثة الإنسانية وحقوق الأطفال وحقوق النساء والمآسي الإنسانية، وبالتالي خلط الأوراق والتعاطي مع حقوق الإنسان وكأنها مشكلة اليمن الأزلية وفق أهداف سياسية ندركها جميعا. طيب سيادة العميد، إذا اليوم هذا التقرير يصدر عن منظمة هيومن رايتس، يصدر التقرير هذا عن منظمة هيومن رايتس وهي لها ثقل ربما في مجال المنظمات الإنسانية، باعتقادك ما توقعاتك لخيارات التحالف في التعامل مع هذا التقرير؟ ما المتوقع من التحالف؟ سنجابه، لم يعد لدينا الآن مجال للتكيف أو تليين بعض المواقف. سنجابه هذه الادعاءات الباطلة والكذب والتدليس. الفريق المشترك هو فريق نوعي متحرر لا يرتبط بأحد، ليس عليه قيود، مستقل تماما، وهو يقول الحقائق. ولكن مع الأسف الغرب وهذه المنظمة البائسة المدلسة لا تنظر إلا بما يكون مناسب للأهداف والأجندات الغربية. ندرك أنه في اليمن 374 تقريبا إذا كان ذاكرتي تسعفني حاليا تعمل في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية الحوثية الإيرانية في اليمن، هي من ترسل هذه التقارير من طرف واحد يعني بما يتناسب مع ملاءة تلك الدول ومع ملاءة هذه المنظمة. ندرك أن هيومن رايتس منظمة أنشأتها الماسونية لأغراض تستهدف فيها من تشاء في الوقت المحدد لفرض أجندة معينة، ونقول لهم كفاية، نحن قادمون لتحقيق أهدافنا في اليمن. وأنا مع الأسف ما كنت أتوقع أنه نسمع في بداية التقرير أنه التحالف وعد ووعوده لم تتحقق. التحالف وعد وحقق، ولا ينكر ذلك إلا من يكون له إما لا قدر الله. وإن كنت أقول أنه ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن من ينكر أعمال التحالف مع الشرعية والشعب اليمني والتضحيات التي قدمها وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات الشقيقة، لا يمكن أن ينكر إلا من قبل عدو واضح العداء للتحالف وللشعب اليمني. طيب، في مستوى واحد. نشرك معنا بالنقاش أيضا من الهند المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة. أهلا بك دكتور عادل. دكتور عادل. نعم دكتور عادل، قراءتك لأبرز مضامين تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حمل عنوان التخفي خلف مسمى التحالف وصدر تقريبا في 90 صفحة. أخي الكريم، أولا نأسف متى فتحت ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن عندما تصدر هذه المنظمة الدولية التقارير وتقول بأن التحالف العربي ارتكب أكثر من جريمة أو أكثر من 36 ضربة
جوية من قبل التحالف شكل هذه الضربات انتهاكا للقانون الدولي، وأن أكثر من 933 قتيل من المدنيين بحسب منظمة العفو الدولي ما بين يوليو 2016 إلى يونيو 2018. والمملكة العربية السعودية تتجاهل هذه التجارب الدولية وتتهم تنظيم الحمدين وتتهم منظمة أخرى. أخي الكريم، التحالف العربي جاء لدعم حكومة شرعية محترمة من العالم أجمع، ونحن نكون كل التقدير والاحترام للتحالف العربي، ولكن ينبغي تحييد المدنيين. التحالف العربي ضيف الذي يتكلم من الرياض قبل أسبوع استهدف الجيش الوطني الشرعي في محافظة الجوف، وقتل أكثر من 10 من قادة الجيش الوطني الشرعي. التحالف العربي استهدف في الأعراف، استهدف في قوارب الصيد، استهدف أماكن النازحين. والإمارات العربية المتحدة تقوم بدور تدميري داخل جنوب اليمن، وأهدافها أصبحت واضحة للعلن. نحن نكرر الدور السعودي، والمملكة العربية السعودية هي شريك استراتيجي للحكومة الشرعية اليمنية. وإذا كان التحالف العربي يقول بأن هذه المنظمات الدولية تستهدفها، فلماذا لا يقدم الفريق المشترك لتقييم الحوادث؟ لماذا لا يقدم تقارير يعني حقيقية وشفافة ونزيهة؟ لماذا لا يقوم بتعويض الأبرياء؟ لماذا لا يقوم بكشف الواقع للمجتمع العربي والمجتمع الدولي وأيضا للشعب اليمني؟ أخي الكريم، الشعب اليمني أصبح ضحية لتحالف يعني يستهدفه كل يوم ويدعي أن ذلك يعني عن طريق الخطأ. طيب، اسمح لي دكتور عادل أنقل هذه التساؤلات لضيفنا من المملكة العربية السعودية العميد حسن الشهري. سيادة العميد، تساؤلات يطرحها ضيفنا من الهند حول ربما ما جاء في هذا التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس. لماذا حتى اللحظة هناك غياب لتعويض الضحايا؟ لماذا لا يتم تحييد المدنيين؟ هناك استهداف للمدنيين وهناك حالات كثيرة ربما اعترف بها فريق التحقيق المشترك. ما ردك على هذه التساؤلات؟ الأخ الدكتور عادل العزيز من الهند يتحدث عن نتائج ونسي السبب. كنت أتمنى أنه يذكر من أوصل اليمن إلى هذه الحالة ثم نبدأ في النقاش ونتحاور لنصل إلى نتيجة، ونحن كلنا شركاء في الهدف وهو استعادة الشرعية في اليمن. لا بد من تقديم تضحيات، ولا بد أيضا من تحمل التبعات في الجوف. فلنتساءل من أعطى الإحداثي الخطأ، ثم هل أرقام التي أوردها الدكتور عادل من الهند كيف وصلت إليه ومقيم في الهند، وكيف وصلت إلى تلك المنظمة البائسة وهي ليس لها وجود على الأرض؟ كل هذه الأعمال أصبحت مكشوفة الآن على الأقل بالنسبة لدينا. سيادة العميد، أن طرحت تساؤل الآن أنه كيف وصلت المعلومات للدكتور عادل وهو في الهند، ولهيومن رايتس وهم بعيدين عن مواقع الأحداث في اليمن أيضا، كيف وصل فريق التحقيق المشترك إلى هذه المعلومات وهو لا يستطيع أن يتواجد في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ أنا أجيبك عزيزي. كل طائرة تقلع من قاعدة داخل المملكة العربية السعودية أو من إحدى دول التحالف للوصول إلى هدف معين، هناك ما يعرف بجدول العمليات لكل طائرة مهمة، مراقبة فضائيا، مراقبة محلية، مراقبة بالرادارات، هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك فريق يعمل، هناك تصوير تلفزيوني، كل الأعمال واضحة، التقارير يستند عليها هذا الفريق من الأعمال الاستخباراتية على الأرض، وبالتالي لا يمكن أن يسطح أو يذهب يمنة أو يسرة ليقول أو يزيف الحقائق كما تدعي هذه المنظمة. الأمور واضحة، والتحالف ملتزم منذ البداية، وهو من أنشأ هذا الفريق المشترك وجعل له الصلاحيات الكاملة، وهو لا يتدخل فيه أبدا، ولا يمكن حتى القائد القوات المشتركة أن يتدخل في أعمال الفريق. والفريق لديه كفاءات عسكرية واجتماعية وإنسانية وحقوقية، وهو يعمل بكل أمانة وبإخلاص، ولا نزكي على الله أحدا. لكن مع الأسف نحن فقط نتبع الإعلام الغربي وتلك الأجندات التي في الخارج ثم نكررها. هناك أخطاء، والتحالف إذا ثبت لديه خطأ فليتحمل المسؤولية على عاتق الشرعية اليمنية. يعني هناك تقصير في عدم إعطاء ذو من تضرروا حقوقهم، فهذا مسؤولية الجانب اليمني. هناك دولة يمنية موجودة في عدن حاليا تمارس أعمالها، ويفترض أن تكون للدولة واجبات. هناك رئيس وزراء للدولة، هناك نائب رئيس للدولة، هناك فريق عمل كامل، المسؤولية تقع على عاتقهم.
طيب نشرك معنا المملكة العربية السعودية والإمارات بهذا الشكل بهذا الأمر فالأمر بات واضحا أن خلف الأكمة ما خلفها. طيب ينضم إلينا من المملكة المغربية تحديدا من الرباط الدكتور أحمد بن شمسي مدير دائرة التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بكم، شكرا على الاستضافة. دكتور أحمد، نناقش في هذه الحلقة تقرير هيومن رايتس ووتش الذي حمل عنوان التخفي خلف مسمى التحالف. ضيفي من الرياض العميد حسن الشهري في رده على قراءته لصدور هذا التقرير في هذا التوقيت يقول أنهم في المملكة العربية السعودية ليسوا مستغربين ما جاء في هذا التقرير، فمنظمة هيومن رايتس ووتش هي أحد أدوات الابتزاز السياسي المفروض على المملكة العربية السعودية، وأنها منظمة تنفذ الأجندات الغربية، وبالتالي هم يتوقعوا ما جاء في هذا التقرير. ما ردكم بداية وما هدفكم من هذا التقرير في منظمة هيومن رايتس ووتش؟ لماذا كل هذه الاتهامات للتحالف العربي في هذا التوقيت؟ لأن بكل بساطة يعني للرد على سؤالك الثاني، ما هو هدفنا؟ هدفنا هو نفس الهدف الذي نتبعه في كل تقاريرنا، سواء التقارير التي تتهم المملكة العربية السعودية بالقصور أو التقارير التي تتهم الحوثيين بالقصور. ويعني يجب التذكر أننا أصدرنا تقارير عديدة حيث نقول أن الحوثيين كذلك انتهكوا حقوق الإنسان. أما فيما يخص الأجندة، يعني أي أجندة بالضبط؟ هل أجندة الحوثيين؟ لا، لأننا يعني نتهمهم كذلك بانتهاكات قانون الحرب. هل الأجندة الأمريكية؟ لا، لأننا نقول أن أمريكا ممكن أن تكون متواطئة مع التحالف لأنها تبيع أسلحة ويعني تكتفي باستنتاجات التحالف حتى وإن كانت غير كافية، وحتى وإن نوفر الأدلة أن هناك ربما جرائم حرب لم تحقق فيها التحالف. فإذا أجندة مين يا ترى؟ يعني نتهم أمريكا ونتهم التحالف ونتهم الحوثيين، وكل هذا نصرة لحقوق الإنسان بكل بساطة. طيب العميد حسن الشهري أيضا طرح تساؤل حول ما هي مصادر معلوماتكم على الأرض، كيف تصلون إلى هذه المعلومات؟ يقول أنه ربما تصلكم من مصدر ومنبع واحد هو ربما قريب من الحوثيين، وأيضا على طرف مضاد أو يعني في طرف آخر من التحالف العربي، لذلك هو يشكك فيما جاء في هذا التقرير. إذا ارتاء العميد المحترم أن يذهب إلى موقعنا على الإنترنت سيرى أن تقريرنا يتضمن فيديو بصور صورناها، يعني استجوبنا ضحايا على الميدان أقارب من القتلى، ويعني صورنا آثار القصف الغير القانوني. فما هي مصادرنا؟ مصادرنا هي الميدان بكل وضوح. نحن نذهب إلى الميدان ونتحدث مع الضحايا ونتحدث مع العائلات ونعاين آثار عملية القصف غير القانوني. هذه هي مصادرنا، وهذه هي منهجية التحقيق البديهية التي نتمنى لو اعتمدها التحالف، وهذا ما لم يفعل التحالف. طيب أعود للعميد حسن الشهري. سيادة العميد، استمعت إلى كلام الدكتور أحمد بن شمسي عندما تتهمونهم بتنفيذ أجندات غربية، يقول نحن أشرنا في هذا التقرير للدول التي تبيع السلاح، وهناك فقرة في هذا التقرير أنه لا يمكن لهذه الدول الفرار من مسؤولية بيع أهل السلاح للمملكة العربية السعودية، وهو أشار إلى أمريكا أيضا. ربما بالنسبة للمصادر يقول أنه موثق التقرير بالصور والفيديو من شهادات حية من الميدان. ردك. بداية الدكتور أحمد بن شمسي في المغرب الشقيق هو موظف هيومن رايتس، وأعتقد أنه لن يناقض هذا التقرير لأنه موظف في النهاية. أنا إنسان مستقل فأتكلم بحيادية ومثل الباحث، أتجرد من هويتي على الأقل في معترك مثل هذا الكلام. هذا واحد. ثانيا، أنا أود من سعادة الدكتور أحمد بدل أن أذهب إلى الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة البائسة أن يرسل لي، وتليفوني عندكم، أن يرسل لي صورة الدكتور أحمد وهو في تلك الأماكن التي صور فيها هو شخصيا، ليقنعني أنه كان في ميدان المعركة وعلى الأرض عندما حدثت هذه الأعمال واقتنع وتراجع في كثير ما قلته. مع الأسف هناك فقط تلك المنظمات التي تقتات وتؤتمر بأمر الانقلاب الإيراني الحوثي في اليمن، وهي المصدر الوحيد لكل المنظمات العالمية. وأكرر أن الأمم المتحدة تتعامل، ولا يوجد مشروعية أن تتعامل الدول العالمية والمنظمات العالمية التابعة لها مع انقلاب
وتتجنب أن تتعامل مع دولة معترم فيها دوليا وإقليميا ومنتخبة من الشعب اليمني. لا بد أن نتوقف عند الحقائق. الحقائق الملتوية هي كذبة كبرى ولا يمكن قبولها. لم يعد لدى دول مجلس التعاون التي تشكل وبقيادة المملكة العربية السعودية العمود الفقري للتحالف العربي للسعادة الشرعية في اليمن، لم يعد لديها متسع من الوقت أن تنظر لتلك المناورات السياسية التي يختبئ، وهي خبيثة مع الأسف، التي يختبئ خلفها هؤلاء. لكن سيادة العميد، هذه الحوادث التي تم الاستشهاد بها في تقرير هيومن رايتس ووتش هي حدثت بالفعل، وفريق التحقيق المشترك اعترف بها وأن التحالف مسؤول عنها. ولكن النتائج استاذي، النتائج مخالفة لما أوردته هيومن رايتس. النتائج برأت التحالف واتهمت الحوثيين. الحوثيين قتلوا في دراهمي قبل يومين العشرات من الأطفال والنساء بصاروخ بالستي، وتتهم التحالف أنه من قصب تلك المنطقة. أين هيومن رايتس؟ لا نسمع إلا أصوات من الخارج، وتتكي على تلك المعلومات المغلوطة والمدلسة والكاذبة من أرض الميدان في اليمن. طيب، أعود للدكتور أحمد بن شمسي. دكتور أحمد، فقرتين مهمتين في التقرير، أن فريق التحقيق المشترك التابع للتحالف في معاييره لم يرقى كما قلتم لمعايير الشفافية والنزاهة والاستقلالية. ما هي المعايير التي تقصدونها أنتم في هيومن رايتس؟ وأيضا عندما سارة ويتسون تقول أن المحققين التابعين للفريق بشكل أو بآخر يتسترون على جرائم الحرب، ماذا تعنوا أيضا بهذا؟ بكل بساطة، جرائم الحرب يعني انتهاكات لقوانين الحرب. يعني قانون الحرب ماذا يقول؟ يقول أن استهداف أو قصف موقع معين يكون مشروعا فقط عندما تكون هناك أهداف عسكرية. عندما تكون أهداف مدنية أو حتى شك أن هناك ربما مدنيون، لا يجب قصف هذا المكان. وقصف هذا المكان علما أنهم أن هناك أهداف مدنيين أو تهورا ويعني عدم استدراك وجود المدنيين، هذا يعتبر انتهاك خطير لقانون الحرب وقد يشكل جريمة حرب. أما بالنسبة لما قاله السيد العميد، يعني أنا أتأسف لهذا الكلام، لأنه يظهر أن نفس الأسطوانة تعاد. قلت وأعيد قول أننا حققنا في انتهاكات الحوثيين، ورغم ذلك يتظاهر أنه لن يسمعني ويعيد أننا لدينا أجندة للحوثيين. يا سيدي العميد، نحن وثقنا كذلك انتهاكات الحوثيين، هل ستصر للقول أننا ندافع عن أجندة الحوثيين وأنا أقول هذا؟ يعني ما هذا الكلام؟ يعني اطلعوا إلى موقعنا الإلكتروني، هناك الدليل والحجة، وهنا يمكن أن أعطي أمثلة دقيقة. معمل إسمنت في بلدة عمران قصف 3 مرات، 15 قتلى من المدنيين، 64 من المصابين. تحقيقات التحالف نفت أن يكون هناك أي ضحية. سوق مصطبع، التحالف يقول ليست هناك أي ضحية. نحن والأمم المتحدة نقول أن 97 ضحية، منهم 25 طفل. طيب دكتور أحمد، ماذا عن استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية في الكثير من العمليات؟ تثبت التحقيقات فيما بعد أنه كانوا يستخدموا دروع بشرية من قبل الحوثيين، وبالتالي يتم استهدافهم. وثقنا انتهاكات عديدة على أيادي الحوثيين، ومنها قصف عشوائي لمناطق آهلة بالسكان، ومنها استعمال ألغام أرضية حيث يستهدف المدنيون، ومنها تعذيب السجناء في أماكن الاحتجاز. كل هذا وثقناه. يعني فلا لا 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 يجوز أو لا يعني ليس له معنى أن يقال لنا أننا ندافع عن أجندة الحوثيين. لكن إذا كان هناك مدنيون سواء أدرع بشرية أم لا في مقر معين، يجب أن تعتمد يعني تكتيكات أخرى غير القصف العشوائي، وإلا سيكون هذا انتهاك لقوانين الحرب. نقطة إلى السطر، يعني الأمور واضحة. طيب، 90 صفحة في هذا التقرير وربما فقرة أو فقرتين فقط وجهت اتهامات للحوثيين، يعني هناك تركيز مباشر على التحالف العربي. لأن هناك تقارير سابقة، يعني هذا آخر تقرير لدينا، وفعلا يركز على انتهاكات التحالف تحت قيادة المملكة العربية السعودية، لكن هناك تقارير سابقة كثيرة كانت تركز على الحوثيين. يعني ليست أول مرة نتحدث عن الحرب في اليمن، منذ 3 سنوات ونحن نركز على الحرب في اليمن. هذا التقرير موضوعه هو التحالف، لكن هناك تقارير سابقة كان موضوعها هو الحوثيين.
طيب أشكرك جزيلا دكتور أحمد بن شمسي من الرباط، مدير دائرة التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أعود بشكل أخير للخبير العسكري الاستراتيجي السعودي حسن الشهري. سيادة العميد، حتى يتم تجنب استهداف المدنيين، لماذا لا يلجأ التحالف العربي إلى تكتيكات أخرى كما يقول ضيفنا من الرباط دكتور أحمد بن شمسي؟ لماذا التحالف مستمر في هذه الانتهاكات ويعطي فرص باستهداف المدن لهذه المنظمات التي أنتم تتهمونها وتقولونها تعمل وتمارس ابتزاز على التحالف العربي؟ بداية أنا أود أن أمسح النقطة اللي وضعها على السطر الأخ الدكتور أحمد من المغرب، لأنه لدينا ما نقوله في هذا المجال. من يستخدم المدنيين والأطفال هو جريمة حرب في القانون الدولي والإنساني، وبالتالي الهدف العسكري الذي يلجأ فيه الخصم لاستخدام المدنيين والعسكريين هو من يتحمل المسؤولية وليس التحالف. التحالف لا يتحمل، والقانون الدولي والإنساني، وأنا رجل عسكري ودرسنا القانون الدولي والإنساني، لا يحمل التحالف شيء، والهدف مشروع. والفريق المشترك الذي يقوم بتقييم أعمال التحالف في اليمن هو فريق أمين وصادق، وليس مثل تلك المنظمات مع الأسف التي أؤكد أنها تخدم الأجندات السياسية للدول الغربية. التحالف إذا وأود أكرر أيضا أخي العزيز، التحالف لديه أكثر من 26 ألف هدف ممنوعة من الاستهداف لحماية المدنيين. لا يوجد عمليات عسكرية عرفها التاريخ الحديث أنظف من العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن. الطيارين يعودون بذخائرهم إلى قواعدهم لمجرد أنه شك أن هناك مدنيين، نعمل على ذلك. ولكن مع الأسف هناك في الداخل اليمني من يعطي إحداثيات خاطئة، هناك فريق يمني انقلب على الشرعية إرهابي، ميليشيات تستخدم المدنيين بل تقتلهم وتتهم التحالف، والعالم يصدق ذلك لأنه لد. طيب سأنقل هذه النقطة للدكتور عادل دشيلم من الهند. دكتور عادل، استمعت لحديث العميد حسن الشهري يقول أنه ربما في سجل الحروب في الفترة الأخيرة ربما قد تكون حرب التحالف والشرعية هذه هي الأنظف فيما يخص استهداف المدنيين، وربما هو رمى بالتهمة إلى مرمى الداخل وقال أن هناك البعض من يعطي هذه الإحداثيات بشكل خاطئ. تعليقك على هذه النقطة، وأيضا ما رأيك في من يطرح ويقول أنه ربما الهدف من صدور هذا التقرير في هذا التوقيت هو من أجل الضغط وابتزاز التحالف والشرعية في هذا التوقيت قبل الذهاب إلى مفاوضات سبتمبر المرتقبة؟ أخي الكريم، نحن في حالة حرب، والتحالف العربي عندما يتعذر يقول أنه يعني يستقبل أو احتافيات عن طريق الخطأ، هذا الكلام غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا. هؤلاء مدنيون استهدفهم طيران التحالف العربي. نحن لسنا في لعبة أطفال حتى أن التحالف العربي يعني يقبل احتافيات عبر الواتساب. هذه حرب يقودها التحالف العربي بقيادة 10 دول، والعالم يراقب كل صغيرة وكبيرة، والمجتمع الدولي يراقب يعني تحركات التحالف العربي. التحالف العربي يتحمل مسؤولية كاملة عما حدث يعني من استهداف الأبرياء، لكن هذا في المقابل لا نبرر جماعة الحوثي. جماعة الحوثي هي السبب نعم في وقوع هذه الكارثة، وهي تستهدف الأبرياء، وهي أيضا لا تلتزم بالقانون الدولي، ولا تلتزم حتى جماعة الحوثي لا تلتزم باتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحروب، الحرب البرية لعام 1907. إذا جماعة الحوثي تستهدف عبر البر الأبرياء، والتحالف العربي للأسف الشديد يستهدف الأبرياء عبر طيرانه، وأيضا عبر ما تقوم به الدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن من انتهاكات صارخة ضد الإنسان اليمن. الإمارات العربية المتحدة تتهم أطراف الشرعية اليمنية، وعلى وجه التحديد التجمع اليمني للإصلاح، وتقول بأنه يعرقل يعني عمليات العسكرية. نحن لا نريد التحالف العربي أن يدخل في هذه المشاكل الصغيرة. جاء التحالف العربي جاء لهدف إنساني نبيل، وهو دعم الحكومة الشرعية اليمنية. ينبغي على أن يستهدف أماكن عسكرية، ولديه هناك دعم لوجستي أمريكي للتحالف العربي، هناك دعم أوروبي يعني للتحالف العربي عبر الدعم اللوجستي. لماذا لا يستهدفون من أماكن الميليشيات التي تسرح وتمرح كل يوم في جبال وسهول ووديان اليمن في المناطق التي تسيطر عليها؟ أما بالنسبة لهذا التوقيت، نحن لسنا هنا يعني مع المنظمة الدولية. نحن نعرف الأمم المتحدة ودورها الكارثي، والأمم المتحدة لم تنصر يعني ضعيف يوما ما، وإنما هي يعني تقف إلى جانب الأقوياء. لكن التحالف العربي إذا أراد أن يحسم المعركة فالطريق بسيط،
هو دعم الجيش الوطني الشرعي على الأرض. يا أخي للأسف نقولها وبالحرف الواحد، لو كانت التحالف العربي يدا واحدة يعني ما حصل الذي حصل ويحصل اليوم. لكن للأسف هناك أجندات لبعض أطراف التحالف العربي يعني، وعلى وجه التحديد دولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يعرفوا جيدا أن العالم يكتب يراقب كل صغيرة وكبيرة، وأن الجرائم التي ارتكبها طيران التحالف العربي موثقة بالحرف الواحد. لذلك عليهم أن يتحملوا يعني ما حصل وسيحصل في اليمن. أما بالنسبة للمشاورات فمن يعول على الأمم المتحدة فهو كمن يعول طيب على ميت. طيب أشكرك دكتور عادل دشيلم من الهند المحلل السياسي، وأختم في دقيقة مع العميد حسن الشيري في النقطة الأخيرة التي ذكرها الدكتور عادل، حتى يقلل من خسائره التحالف العربي في الأرض، لماذا لا يدعم الجيش الوطني؟ لماذا لا تتوحد أجندات التحالف والشرعية؟ ردك سيادة العميد في دقيقة. يعني هذا يثير أيضا سؤال آخر، لا أدري إذا ما كان الدكتور عادل متابع المشهد اليمني وما تقدم التحالف من دعم وأبل أنشأت جيش 200 ألف يمني شقيق للجيش الوطني بكامل معداته وأسلحته، لكن ليس المطلوب أن يكون التحالف يدا واحدة، فهو يدا واحدة والله الحمد، لكن نتمنى أن يكون الشعب اليمني يدا واحدة، وأن نتخلى عن المناطقية والجهوية والحزبية وخلافه، وأن ننظر إلى اليمن فقط. أشكرك جزيلا العميد حسن الشير الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المرك، في أمان الله.